السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في فيديو جديد على قناتكم قناة بحبك يا بلادي. ساديو ماني يستجيب أخيرا للنصيحة العالمية محمد صلاح إليه. تعرف على هذه النصيحة. قبل أن أدخل في تفاصيل الخبر أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس من الزرار الأحمر أسفل الفيديو كي تدعمونا وكي يصلكم كل جديد. كشف ساديو ماني مهاجم ليفربول أن زميله محمد صلاح وروبرتو فيرمينو كان يلحان عليه من أجل تجديد تعاقده مع الريدز، وسجل ثلاثي الهجوم صلاح وماني وفيرمينو 91 هدفا لليفربول في الموسم الماضي ليشكل قوة هجومية كاسحة، كما يواصل التسجيل هذا الموسم في ظل تمديد التعاقد مع الفريق حتى صيف 2023. وقال ماني في تصريحات لمجلة وورلد سوكر: الشائعات جزء من كرة القدم، عليك فقط أن تتعايش معها ولا تأخذها على محمل الجد، وذلك ردا على ارتباطه بالانتقال لريال مدريد. وأضاف: كل ما يمكنني قوله هو أن همي الوحيد كان ليفربول، صلاح وفيرمينو وقع علي عقود جديدة. وقال لي: يا ساديو، متى ستقوم بتمديد تعاقدك؟ قلت لكلاهما: لا تقلق يا أخي، سأوقع. وواصل: ماذا قلت وماذا فعلت بعد ذلك؟ لقد قمت بتجديد تعاقدي، لذلك هم سعداء الآن. واستمر: أنا سعيد للغاية هنا، وأعتقد أن الناس سعداء بي كذلك. نريد أن نكتب أسمائنا إلى جانب الأسماء العديدة العظيمة في تاريخ هذا النادي، نأمل أن تكون بداية عهد جديد. وانضم ماني إلى ليفربول من ساوثهامبتون في صيف 2016 وسجل 43 هدفا في 101 مباراة مع الفريق. شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.